صدر النقيب العام سامح عاشور احتفالية يوم الوفاء لتكريم شيوخ محامي حلوان بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة ونقابة حلوان الفرعية. احنا النهارده الحمد لله رب العالمين قمنا بتكريم عدد كبير من الزملاء الاساتذه الافاضل سواء الذين رحلوا عن دنيانا وتم تكريم اسرهم باسمائهم اسماء الزملاء المتوفين وتم تكريم عدد كبير من الزملاء الاحياء ان شاء الله هم بيمثلوا جيل من اساتذه الجيل عدد كبير من الزملاء الشباب ويمثلوا قيمه قانونيه لينا بالنسبه لنا طبعا احنا يعني بنجلل جهود النقيب سامح عاشور في حرصه على ان هو يكون موجود في وسط الاساتذه المحامين وتكريمهم وحضوره الشخصي للتكريم ده النهارده فكان النهارده الحمد لله كان يوم كويس جبنا الاساتذه المحامين المتوفين كلهم الاساتذه المحامين الكبار في السن اللي هم في الاقدم كده وبدا الاحتفال بشكل كويس افتتحوا معالي النقيب بالكلمه بتاعته والساده اعضاء المجلس والحمد لله الناس كلها كانت سعيده باللقاء واسر الاساتذه المحامين كلهم كانوا سعيدين جدا باليوم اللي كان موجود كان يوم جميل ودي اقل حاجه احنا بنقدمها للاساتذه اللي احنا اتعلمنا منهم كرساله او كشكر وتقدير ليهم. كان حفل بهيج يعني استطعنا ان احنا ندخل البسمه على وجوه زملائنا المحامين شيوخ المهنه الذين اصروا مهنه المحاماه بفضلهم النقيب العام احنا عهدنا فيه دايما انه هو ما بيتاخرش عن اي محامي على مستوى الجمهوريه سيما وانه محامين حلوان كما قرر سيادته النهارده في كلمه معاليه ان المحامين حلوان يعني علاقات خاصه وصداقه صداقات مع سيادته. نقابه محامين حلوان النهارده كانت بتحتفل بيوم الوفاء لشيوخ مهنة المحاماة وأساتذتنا تكريما لهم عما أدوهم من دور في خدمة المحامين وفي خدمة المحاماة وطلعوا طبعا أجيال من المحامين تعلموا وتتلمذوا على أيديهم في مكاتبهم فكان أقل القليل اللي ممكن نقابة محامين حلوان تقدمه لهم إن هي تعمل لهم يوم تكريم وطبعا شرفنا بحضور معالي النقيب العام هو اللي كان قائم بالتكريم وحضور النقيب شعبان زكريا النقيب الفرعي والحمد لله رب العالمين يعني كان يوم جميل. والاحتفالية دي احنا دايما بنستناها عشان نكرم شيوخنا وأساتذتنا اللي علمونا العمل المهني والعمل النقابي والعمل العام وأصروا مهنة المحاماة بالكثير في حياتهم واللي احنا بنتمنى ان الأجيال اللي طالعة بعد كده ان هي تاخد منهم وزي ما خدنا احنا منهم وحافظنا على مهنة المحاماة وعلى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها وأدابها نتمنى ان الشباب اللي طالع يتعلم منهم دوا ويكونوا قدوة بالنسبة للي بعديهم يعني. وفي البداية وجه النقيب التحية لنقابة حلوان وأعضائها وعبر عن خصوصية علاقته بنقابة حلوان. وأنا شخصيا تربطني بمحامي حلوان علاقات قديمة أنا أصدقائي القدامى اللي توفاهم الله رموز المحاماة اللي احنا بنعتز بيهم. وأوضح أن النقابة تأخرت كثيرا في حسم ملفي التعليم المفتوح وتنقية الجداول وأن الحال الذي وصلت إليه المهنة هو حصاد سنوات من الإهمال. كان لازم ناخذ موقف في مواجهة تنقية وموقف في مواجهة التعليم المفتوح رغم أن الموقفين دول في غاية الصعوبة على أي شخصية عامة انتخابية بتدخل انتخابات وبتنشط أصوات الناخبين أنها تتصدى لأحقيتهم في التصويت وتتصدى لاستبعادهم من التصويت دي مقامرة ومغامرة لكني أنا شخصياً أمنت بأنها هي المخرج الوحيد للمحاماة علشان تبقى محاماة. وعن التعديلات الدستورية فقد أوضح النقيب أن النقابة لا تملي على أعضائها موقفاً محدداً وإنما موقفها يتلخص في أن المشاركة فريضة ثم الاختيار فهو للإرادة الحرة للمحامي. وأنا المحامين أنها تفضل تعلن آرائها بتأييد التعديلات الدستورية هذا كلام مش صحيح إنما المطلوب أن المحامين تروح
تروح تصور تقول اه تقول لا انا مسؤول عن حمايه اي محامي يقول لا للاستفتاء، او مسؤوليه عن المحامي اللي هيقول نعم للتعديلات الدستوريه. الذهاب هو الفريضه الحقيقيه، الاختيار ده ارادتك اللي ما حدش يقدر يتدخل فيها. ثم جدد النقيب دعمه للقضية الفلسطينية إيمانا بالدور الذي تقوم به النقابة في الدفاع عن العروبة. احنا مدركين احنا امام معركة شرسة، مش بس الارهاب احنا بنشوف اثاره، لكن انا بقول انه الارهاب والحصار والاستهداف لمصر سببه اسرائيل، وسببه ايضا الدعم الامريكي لاسرائيل. ولو دول مش موجودين والله ما كان عندنا ازمات، ولا كان عندنا مشاكل، ولا كان عندنا حد يخوفنا، ولا عندنا مشاكل إرهابية. اللي عمل الإرهاب في المنطقة إسرائيل وأمريكا، اللي عمل داعش في المنطقة إسرائيل وأمريكا، من غير لف ومن غير دوران. وقد تم تكريم أكثر من 300 محامي من شيوخ المهنة في جو أسري، وحضر الاحتفالية كل من خالد أبو كريشة الأمين العام، ويحيى التوني أمين الصندوق، وماجد حنا ومحمد كركاب، وكمال مهنا وإسماعيل طه أعضاء مجلس النقابة العامة. تكريم شيوخ المحامين في جميع النقابات الفرعية رسالة شكر وعرفان من النقيب العام سامح عاشور لأساتذة المهنة، ودعما لأواصر الصلة الأسرية بين شباب المحاماة وشيوخها.